قال لا ملح، لا ملح ماء وتراب. الملح نوعان، ملح مائي، الملح المائي لا يضر التغير به، والملح معدني كالجبلي فإنه يضر التغير الكثير به. ويستثنى الفقهاء في هذا فيقول إن لم يكن بمقر الماء أو ممره، فيفرقون بين الملح المائي والملح المعدني كالجبلي. فالملح المائي لا يضر التغير به لأنه من الماء، جزء من الماء، والملح الجبلي أو المعدني يضر التغير به، إذا تغير فلا يتوضأ به، يكون اسمه طاهر ولكن لا ولا يسمى طهور، هو طاهر في نفسه لكن لا يقوى على رفع الحدث، إلا إذا كان بمقر الماء أو ممره، إذا كان مكان يقر فيه الماء أو يمر به الماء. والصواب أنه لا فرق بين الملح المائي والملح المعدني، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. قال رحمه الله: منهم من يفرق بين الكافور والدهن وغيره وبين الملح المائي والجبلي، وليس على شيء من هذه الأقوال دليل، لا من نص ولا قياس ولا إجماع. وعلى هذا فلا ضر تغير الماء بملح ولا تراب، يعني على قول الجمهور سر طاهر إذا صاب ثوبك، إذا تغير بماء معدني، تغير الماء بالمعدن بملح معدني هو طاهر، يستعمل في الشرب في غسل الثياب، لكن لا يستعمل في الوضوء ولا في الغسل. والصواب أنه يستعمل في الأمرين ولا فرق ما دام اسم الماء باقيا.